بالمعلومات اللي اخذناها بنقدر نطبق الى تمرين اللي هو عباره عن تمرين برداي. بالمعلومات اللي اخذناها شايفينها هون موجوده معنا. طيب شلون ممكن نوصل لها؟ في عنا كذا طريقه بس مين بيقول لي شو ممكن نوصل لها؟ المسقط والضغط الخط بيفل او اكسترود. هلا نشوف في عندك نقطه انه البيفل بده يحكمك انه يطلع من النص على الاطراف، عرفت شلون؟ فنحن ما رح نلجأ، معناتها رح نرسم مسقط، اتفقنا؟ خط البرداي، بعدها نرفعه اكسترود، تمام؟ بعدين بدي اخلي البرداي تتشكل بهالشكل هذا، شو ممكن انا اعمل؟ بالضبط تمام، اف اف دي بوكس. طبعا البرداي اول شيء ما رح يطلع لها سماكي، شو بدنا نضيف لها؟ شل، تمام. ممكن نعطيها اذا حريك المشهد اكثر، ممكن نعطيها انه جايتها نسمة هواء او شيء، فشو ممكن نضيف لها؟ نايس، بالضبط هاي الخطوات، هذا هو الايديتبل سبلاين اللي اخذناه من شوي. طيب مين بحب يجرب تفضلوا. بس ملاحظه مثل ما حكينا دائما نحن بدنا نحاول نرسم على التوب، ماشي؟ يعني انا ما ارسم لاين على منظور لانه كثير بصير مشاكل، فمعناتها متاكد انه انا واقف على التوب. والفكره الثانيه انه هذا البوكس الموجود معي هون ما بيعطي مساحات حقيقيه، هذا بس مناظير. يعني إذا انتقلت على التوب أنا واقف برسبكتيف بس عم طلع عليه من فوق، ماشي؟ فهي بدنا ننتبه لها إنه أنا لما بدي أروح على التوب بكبس على التي وبنرسم، ماشي؟ طيب تفضل. بالضبط مثل ما حكينا الجلسة الماضية، شو بناخذ؟ نوافذ. ايوه
مده هي على هذا الطرف. ما يخد بس التحتاني هي التاني يعني نطور من قاعدة يسار خلنا نعطينا كمان بشكل أصغر. أي أول البطنقة والفلاني يسحبها كمان شوي. هلا تحت ممكن ناخد النصرانيات وقويتهم كمان. لا الفوق هون طبعا الفوق هون لا ما في داعي تحتاني بس هاي طبعا شوفها هون هاي بس هدوري خلنا نأكدوها حبا لجوا تطرح لها اليمين يعني انا بدها تنزلهم اكثر تشوف الطرف ايه انطرح ارض تطرح هذول نفس التحديد تمام لا تمكين ارض ما اكثر حتى شوفوا تمام في تعمل له شو ممكن اعمل له اعمل له سكيل خذ سكيل على الاكس خذ على الاكس بالعكس اي هو يكون اسحاب عم نضغط عم نعمل اسحاب عم نروح لجوا تنزل معنا نفس التحذير على اليمين شايفين شو شكلها الشكل اللي بدنا طيب لو هون احنا ما غصبنا ما كثير اول ملاحظه تمام سيجمنت هون مين مسؤول عنه يعني هون عندي مستويين عندي تقطيعات افقية تمام عندنا تقطيعات عمودية هلا الافقية مين مسؤول عنه؟ الاكسترود بالضبط هو اللي طالع لي هون فانا اذا بدي ازيد سيجمنت هون بدي ارجع لوين؟ على الاكسترود بالضبط ارجع على الاكسترود بلاقي هون عندنا قيمة اسمها سيجمنت شايفين شلون صار عندنا هون؟ طب السؤال الاهم النقاط الثانية اذا بدي اعدلها من وين؟ من اللاين تمام شو بدنا نعدل اللاين؟ ما في مشكلة خلص لاين رح ننتقل هون اللي شو؟ انتر اين الصفحة بتعدل فيها ستيبس؟ ما حكينا اول شيء اول شيء كمان فوق الشيء انتر كل وشي تسعة فوق الشيء اول وشي مسكرة تمام لاقي هون ستيبس طيب هلا هون كل ما زدنا رح نعمل اكثر معلش ترجع على المنظور بس هلا هون شايفين النتيجه في عندنا هون حالتين اوامر التعديل انه انا اذا واقف على مستوى ما يعني لاين والاكسبود يرجيني محل ما انا واقف ولا يرجيني الشكل النهائي هذول الحالتين مسؤول عنهم هذا الرمز اللي هو بنسميه شو اند ريزلت اذا وقفت عليه شوي شو اند ريزلت يعني انا يا بدي ارجيني النتيجه النهائيه او ارجيني بس محل ما انا واقف هلا شو عند ريزلت هلا خفف ستيبس وزيدهم ببينهم خفف ستيبس اي نقرا نقرا عادي نقرا نقرا بس هون بس شايفين الفرق فهون عم بصور انه الخط هو كل ما صدرنا بنعمل اكثر فعل اكثر مشان بين عند التصغير شوف الفرق هلا زيد الستيبس نقرا نقرا كمان شايفين الفرق التعيين فا هي الموضوع بسيط طيب هلا نسخ نسخة ثانية وعملنا ميرور شيفت سحب على الاكس بس على الاكس مشان تطلع معي بنفس المستوى انستانس مشان ياخذ نفس القيم اذا عدلت على وحدي اوكي وبعدها ميرور تمام ممكن مثل ما حكينا نطلع نويز نويز هلا بحدد عزل على هلا زد بده يعمل لك اياها من فوق احنا بدنا على هذا الاحمر الواي الاخضر فاسحب له هاي ارفع اول بكمان عشان احتاج بس في شوي تعديل اوكي ونزل السكيل حطيت شوي سكيل اي اول بكمان لكن مفهوم ولا شيء بينهم هلا هاي الأمر ما حلو يطلع ظاهرة قوية لأنه يشوف ممكن هيك خفيف مثلا هيك يعني دوس هيك أمر خفيف بعمل له سلندر هيك ايه ممكن نعمل سلندر